السلام عليكم. المسلك الكارثي الذي أوصل البلد إلى هذه الحافة القاسية كان مسلكاً قادته جماعة الحوثي الإنقلابية قليلة الخبرة والتجربة كثيرة الطيش، تصر على السير نحو الدمار حتى آخر رمق كما يقول متابعون. الإنقلابيون الذين يفرون إلى الحروب يديرون ظهرهم للسياسة باعتبارهم ميليشيا لا تمتلك إلا أدوات حربية لممارسة الدمار ولا تمتلك أدوات مدنية لممارسة السياسة. والمتابع لسير الأحداث لا يمكن له التنبؤ بالخاتمة التي ستنتهي بها مآلات الأحداث، إلا أن الويلات التي كانت نتيجة للانقلاب على الشرعية والمشروع اليمني المتمثل بمخرجات الحوار باتت واضحة للعيان، من ويلات التقسيم التي بدأت تلوح في الأفق إلى جروح الانقسام ومهددات الوحدة الوطنية، إضافة إلى انهيار المنظومة الدفاعية والأمنية وانهيار المنظومة المؤسسية والاقتصادية في البلد في ظل هذا الانهيار المفاجئ للعملة الوطنية مقابل الدولار وارتفاع السلع الغذائية وشحتها في الأسواق، إضافة إلى تلك الاستفزازات والحروب ما قدمت عليه الميليشيا في مناوراتها الاعتباطية في الحدود اليمنية السعودية، كما لو أنها صفارة إنذار جلبت من خلالها الحروب الداخلية والخارجية على اليمنيين. فإلى أين تمضي بنا الكارثة الحوثية التي تسير نحو هاوية الانهيار؟ كيف جلبت لليمنيين كل هذه النتائج لتخلف كل هذا الجحيم عليهم؟ ولماذا كل هذا الإصرار العجيب على السير نحو الخراب حتى الرمق الأخير؟ كل هذه الأسئلة سنحاول طرحها في مسائنا لهذا اليوم، ولكن دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. توشك دورة العنف على اكتمالها بسبب إصرار الميليشيا على المضي في مسار الحرب حتى الرمق الأخير من صبر اليمنيين وجلدهم بمقاومة الحرب وآثارها. يتساءل اليمنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى عن مصيرهم وما ينتظرهم بفعل طيش الميليشيا التي بدأت حربها برفع أصواتها النزقة للمطالبة بضم جيزان وعسير ونجران كمحافظات يمنية، وهي اليوم تقف على أرضية مفككة تتقاسمها المشاريع الصغيرة وتلوح في أفقها حرب مستمرة قائمة على الفيد والغنيمة وتجارة الحرب. رغم الآمال التي عقدها اليمنيون على مشاورات الكويت ولأسبوعها الرابع، تسير في سياق الفشل نتيجة إصرار الوفد الإنقلابي على المضي بالبلد إلى حافة الانهيار الشامل. فخلال عام أهدر الإنقلابيون الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 4 مليارات دولار، تاركين البلد على شفا انهيار اقتصادي بدأت مؤشراته بالعملة الوطنية التي تتراجع بصورة مخيفة أمام العملة الصعبة، ويتراجع الاحتياطي النقدي في البلاد إلى 100 مليون دولار ليضع البلاد في مرحلة الانتظار للكارثة الوشيكة. يخشى اليمنيون ما هو أبعد من ذلك، فانهيار الوحدة الوطنية ودخول البلد في صراعات جانبية قد لا يمكن معالجتها حتى إن تعافى الوضع المعيشي في البلاد. الانهيار الاجتماعي وتدمير الحياة السياسية والانهيار المؤسسي المتمثل بتجريف مؤسسات الدولة والإجراءات الإنقلابية التي دمرت الحد الأدنى من المعايير المؤسسية وما صاحبها من نهب منظم لموارد الدولة من قبل جماعة أورثت كل هذا الجحيم على اليمنيين بعد الانقلاب على الدولة. يحتاج اليمنيون لما هو أبعد من معالجة الأزمة الاقتصادية والآثار المباشرة للحرب، لكنهم بالضرورة يحتاجون أولاً لإيقاف الحرب التي كانت فاتحة الانهيار العظيم الذي غير مجرى حياة اليمنيين وربما إلى الأبد. إذن مشاهدينا، سيكون معنا في هذه الليلة الدكتور معن دماج، مدرس مادة الفلسفة في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور معن. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور معن. يعني دكتور معن، ربما اليمن تشهد أكبر حرب في تاريخها الحديث، هذه أو هذا السير نحو تدمير الدولة والهرولة نحو ذلك من قبل ميليشيا ربما لم تعي أو لم تدرك بعد إلى أين تخطو. ما تفسيرك لهذا الإصرار نحو السير أو إصرارهم للسير نحو الكارثة بهذا الشكل؟ والله نحن أزاء حرب أهلية سببها الأساسي طبعا تعثر الثورة، ثورة فبراير، وتنظم الثورة المضادة التي كانت تدرك تماما أنها لا تستطيع أن تعيد السيطرة إلا من خلال شن حرب أهلية وتدمير آفاق وإمكانيات التغيير الثوري السلمي وقتها.
وبالتالي أنا أتصور الإصرار هذا مفهوم وطبيعي، وأي طرف أو شخص كان يتخيل سيناريو مختلف أو عنده قراءة أخرى، أنا أتصور أنه لا يقف على الأرض. من الطبيعي بالنسبة لحركة بطبيعة التركيبة الأيديولوجية والاجتماعية للحوثية، نعم ولتنظيم علي عبد الله صالح الذي أنشأ عصابة مفيوزية شملت القطاعات العسكرية والأمنية والإدارية والبرجوازية التجارية، أنها لا تسلم بسهولة، وأنها ستخوض حرب حتى الموت، لأن طبيعة الجرائم التي اقترفتها التحالف الرجعي الحوثي الصالحي يجعلها لا تستطيع أن تعود لتعيش في المجتمع إلا من موقع السيادة والقرار والتسلط الكامل. نعم حجم الثارات والعداءات التي خلفتها والتي زرعتها لا تستطيع أن تعود لتكون حركة سياسية عادية، أو أن لا تكون محتكرة لأجهزة القمع للجيش والأمن والمخابرات. في أي وضع لا تعود هذه القوى محتكرة لكل أجهزة العنف، سوف وهي تعرف ذلك جيدا، وهي تعرف طبيعة بنية المجتمع اليمني، نعم وهي يعني بطبيعتها الأقلوية وبطبيعتها الميليشياوية، أي وجود خارج موقع التسلط المطلق بالنسبة لها أشبه بالانتحار. وبالتالي نعم أي طرف يراهن على مسألة من نوع تسوية ما لا تؤمن لها في الواقع إذا التسلط الكامل داخل الجهاز العسكري والأمني، أنا أتصور أنه يراهن على اللوحة. نعم إذن على ماذا يراهن أو يعول المجتمع الدولي وأيضا وفد الحكومة في مشاورات الكويت بهذا الشكل، إذا كانت المسألة متعلقة كما تفضلت بالتركيبة الذهنية الفكرية لهذه الجماعة، وأيضا يعني ما زرعه فيهم صالح منذ سنوات قديمة في جماعته؟ تركيبتها الاجتماعية أساسا. أنا أتصور المجتمع الدولي بالنسبة له المسألة واضحة، وقد تم إعلان موقف القوى. ليس هنالك مجتمعا دوليا في الواقع، هنالك قوى كبرى لديها مصالح، وهي يعني في العادة تفرض إرادتها على الدول الضعيفة التي نحن منها. الموقف الأمريكي من النزاع في المنطقة، والذي يعود في سببه العميق إلى الاستراتيجية الأمريكية القاضية بالخروج من الشرق الأوسط وإعادة التركيز على آسيا والمحيط الهادئ، قرار واضح وهو معلن وليس سري، والتصريح الأخير لأوباما منذ شهرين أو ثلاثة يقول بكل بساطة أن على السعودية أن تقبل بتقاسم المنطقة مع إيران، نعم وهو بالتالي يراهن على التوازن في تحقيق المصالح لقوتين إقليميتين هما إيران والسعودية. وبالتالي هذا موقف المجتمع الدولي، وهو يعني لا هو سر، وهو من الطبيعي، هذه طبيعة مصالح القوى الكبرى في المنطقة. بالنسبة لوفد الحكومة على ماذا يراهن، أنا أخشى، بل أنا للأسف متأكد، أن الحكومة لا تملك في الواقع إرادة كافية لا للصراع ولا للكفاح، وهي قد سلمت نفسها بشكل شبه كامل إلى ما يسمى بالتحالف العشري الذي تقوده السعودية. نعم طب الأسوأ في الواقع من وجهة نظري، واسمحي لي بدقيقة، تفضل أنه تفضل إذا كان موقف الحكومة والرئيس مفهوما وإن كنا نختلف معه، الأسوأ أن الطرف الشعبي المقاومة الشعبية لم تستطع أن تنجز قيادة سياسية، ولم تستطع أن تتقدم ببرنامج محدد وبمطالب محددة حتى من الرئيس اليمني. ما الذي تعمله المقاومة؟ المقاومة في الواقع سلمت إرادتها بالكامل للتحالف العشري بقيادة السعودية، وهي تعلن تأييدها لخياراته. ما هي مطالبها؟ ما هي الخطوط الحمراء التي لا يمكن أن تقبل بها؟ ما هي قيادتها حتى في التفاوض؟ من الذي يمثل المقاومة في المفاوضات؟ هؤلاء مجموعة موظفين بيروقراطيين وحزبيين نحن نعرفهم. كنا نؤمل في الواقع من شخصيات مثل المخلافي، مثل العميد الحمادي، أن يكونوا بشكل ما ممثلين، باعتبارهم هم من بدأوا قيادة وتنظيم العمل العسكري المسلح المقاوم للتوسع على الحوثي الصالحي. في الواقع نحن عندنا فراغ كبير، مثلما كان لدينا فراغ في القيادة الثورية في ثورة فبراير، نعم لدينا الآن فراغ في التشكل السياسي للمقاومة المسلحة في عموم اليمن. نعم طيب لو عدنا الدكتور يعني وتحدثنا عن فكر هذه الجماعة، هل يعني ونحن الآن في يعني
لسنا فقط على مشارف الهاوية، لم نكن قد سقطنا في الفعل بالفعل للأسف، ولكن يعني فكرة الدولة المدنية أو يعني الوطنية اليمنية بالنسبة لهذه الجماعة، هل هي قائمة أو حاضرة في ذهنهم ولو بشكل ضئيل؟ هي طبعا المقاربة الأساسية لهذه القوى، وهي قوى في بنية العميقة اجتماعيا وفكريا وإيديولوجيا قوى تسلطية، وهي تمارس وتفهم السياسة بمفاهيم تنتمي للعصور الوسطى. اليمن هي مجرد مجال لبسط السلطة سلالية مذهبية متوهمة، وبالتالي فكرة الوطنية الحديثة حتى وإن كانت حضرت، هي للأسف الشديد حتى أطراف أخرى تتشارك في أنها لا تعرف الوطنية الحديثة التي هي بالأساس تتعلق بمصالح المواطنين وبمجال سياسي هو اليمن، قائم على مصالح أبنائه وليس قائم على أوهام فكرية وعلى أوهام مذهبية. هذه القوى بالتأكيد يحضر في خطابها نوعا ما الحديث عن مسائل مدنية ووطنية، لكن في بنيتها وفي تركيبتها العميقة هي تمارس نوع من الاستعمار الداخلي. هي متوحدة في الواقع، متوحدة تماما بالجهة وبالمذهب وبالعشيرة وبالسلالة، ولا ترى خارج هذا الأفق إلا رعية عليهم أن يخضعوا لهذه السلطة، وإلا فهم متمردون، ليس هنالك فكرة لا الوطن ولا المواطنية ولا المواطنية والمواطنة ولا المساواة طبعا. نعم، هذا الفكر التسلطي دكتور مان، يعني سنعود الحديث عن خصوصا في يعني عن الجانب النخبوي الذي بجانب هذه الجماعة، لكن اسمح لنا فقط أن نشرك معنا في حوارنا الدكتور أحمد عتيق وهو عضو مؤتمر الحوار سابقا. مساء الخير دكتور أحمد. دكتور، يعني التقويض للدولة وانهيار اقتصادي واضح وأيضا اجتماعي، ومع ذلك لا تزال هذه الجماعة تصر على يعني الوضع الكارثي الذي أو السير نحو الكارثة الذي وضعت به البلد حتى آخر رمق لها ولليمنيين أيضا، كيف تفسر هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن ما يحدث على أرض الواقع الآن وفي المشاورات القضية أمر غير منسجم ولا يتوافق مع الأمور الذاتية والموضوعية التي يعاني منها الشعب اليمني، ويتطلب في الحقيقة الأمر المساء الآن تجري المفاوضات وفقا لمقتضيات الواقع الذي من شأنه أن يصلح المسار أو يفسد المسار. ولذلك أنا أرى أن ما يحدث على الأرض مناقض تماما، وأن ما يحدث في المشاورات ليس إلا زيارات طاولة المفاوضات يومية من دون أي تقدم ومن دون إحراز أي شيء. الانقلابيون يعرفون أن يعني ماذا صنعوا وماذا يريدون، وهدفهم واضح في تعطيل أي مسار سياسي حتى يستنفذوا الطاقات السياسية والطاقات المجتمعية الداعمة لهذه المسار الشرعية، ومن ثم بظنهم يمكن الوصول إلى ما يريدونه. وهناك مؤشرات كثيرة يعني مؤسفة تؤثر في مسار المفاوضات، ومنها التسريبات التي تضعف من شأن الوضع الطروحات الشرعية أو طروحات الانقلابيين. الرؤى المقدمة يوميا، التسريبات في المقترحات يوميا تدلل أن هناك توجه يعني محلي وإقليمي مؤسف، لا يقرأ الواقع بطريقة صحيحة ويظن أن الحوثيون على الأرض هم الكاسبون. في حقيقة الأمر لا، المقاومة بما بذلته من تضحيات وبما يعني أعطته من زخم شعبي وانسجام وطني أعتقد أنها مسيطرة تماما، ولكنها في اللحظة الآن المقاومة كبلت بطريقة عجيبة. نعم. وكأن المسألة انتهت، وهذا التكبيل من شأنه أن يضعف. طيب، ألم تسلم يعني طرح نعم أستاذ الدكتور أحمد، طرح الدكتور معن أن المقاومة سلمت نفسها للتحالف وللشرعية أيضا دون أن يظهر قائد حقيقي أو يعني قيادة حقيقية تتحدث باسمها في المفاوضات أو حتى تتخذ خطوات معينة أو تضع خطوط حمراء لكل النقاشات التي تحدث أو سقف معين لمطالبها، هل تتفق معه في هذا الطرح؟ أنا أعتقد ما يجعل القضايا الوطنية والمطالب المجتمعية والسياسية في اليمن لا تصل إلى مداها الحقيقي وإلى عمقها الحقيقي هو أنها لا تمتلك الإرادة في المضي حتى النهاية بشكل واضح، ولكنها
تأخذ بالموازنات، بموازنات الداخلي مع الخارجي، ولذلك أحيانا مش أحيانا دائما نفشل، وكما حدث سابقا. الآن نلاحظ أن المقاومة مكبلة منذ شهرين بحجة تحت ذريعة المفاوضات ووقف إطلاق النار، وهم الآن في موقف المدافع، وهذا ما كان يعني وهذا ما هو مستغرب، إذ كانت المقاومة في موقع الهجوم والانتصار، وكان بينها وبين الأمانة العاصمة يعني قريبا يعني تهديد واضح. ولكن دائما عندما تخضع المقاومة وتخضع العمليات الوطنية للتوازنات الدولية والتوازنات الإقليمية، هنا تحدث يعني إشكالات كبيرة. وما ذهبت إليه في كلامي في البداية أن هناك تكبيل، التكبيل هذا طيب من شأن أن يظهر المقاومة في حالة ضعف برغم أنها لو عدنا نعم لو عدنا دكتور يعني الحديث عن تقويض الدولة، الذي ربما هناك من يرى أنه موجود في أجندة الميليشيا تقويض للدولة عبر يعني أو خلق انقسامات أيضا في الكيان الوطني بناء على أجندة إقليمية معروفة واضحة الملامح، هل تتفق مع هذا الطرح؟ أنا أعتقد الآن ما يمارس الانقلابيات الانقلابيين في على الميدان وفي المفاوضات هو هذا الأمر. يعني الآن المقترحات المقدمة، وآخر مقترح قدم بالأمس مثلا مقترح علي ناصر في مضمونه وجملته يذهب إلى أن يعني الاعتراف بالأمر الواقع الحادث نعم. الآن يعني على حساب الشرعية، وهذا ما يشجع الانقلابيون في المضي نحو هدفهم، وفي حين كما قلت أن الشرعية مكبلة بقواعد وتوازنات دولية، هذا من شأنه سوف يضعفها وسوف يجعلها في نهاية الأمر تسلم، وهذا مؤسف. وأنا أقول من هنا إذا كانت المفاوضات تجري بهذه الطريقة الغير المنطقية وغير متوافقة مع الانسجام المجتمعي، فأنا أعتقد أن على الوفد الحكومي أن ينسحب صراحة، أن ينسحب ويضع الناس أمام الأمر الواقع، بدلا من أن يكون هو صاحب يعني أن يدافع يكون هو صاحب المبادرة، وعليه أن يفرض على دولة الكويت وعلى كل الساعين الدوليين والإقليميين بأن القرار 2016 هو أساس التسوية السياسية. ومقترح المبعوث الأممي عندما الذي طرح قبل أسبوعين كان مقترح بالرغم أنه يتجاوز القرار الأممي، لكن فيه نوع من التوازن، يمكن أن يحدث اختراقا من شأنه أن يوصل الناس الجميع إلى حل وسط وإنجاح هذه المفاوضات، لكن على حساب القضايا الوطنية الأساسية. نعم، هذه القضايا الوطنية دكتور أحمد. وأن شرعا للانقلابيين هذا غير صحيح. ولذلك أنا أنصح أن ينسحب المفاوضات. نعم دكتور، يعني في ظل ما المشاورات سارية الآن وأنت تقول أنها لا تقدم أي شيء، ولكن في بالمثل هناك انهيار اقتصادي، انهيار وحدوي، انهيار أيضا وطني، هذه الانهيارات المتوالية أو يعني ما يؤدي إليه هذا المسار، ما خطورته الدكتور؟ يعني خاصة يعني في ظل كل ما يحدث، مشاورات على الجانب لا تتقدم وانهيارات يومية لا تنتظر ربما نتائج هذه المشاورات. إذا تابعنا الأحداث اليوم في العاصمة وفي اليمن، نلاحظ أن طوابير السيارات على محطات البترول رجعت، الأسعار ارتفعت كلها، الريال انهار أمام الدولار والريال السعودي، المواطنون يعيشون حالة خوف وهلع حقيقي من المستقبل، وخاصة أنهم قادمين على شهر كريم. هذه الأزمة أنا أعتقد أنها افتعلت اليوم بطريقة ذكية، بحيث تطرح المجتمع الدولي أمام خيارات، إما أن توافقوا على خيارات الانقلابيين، وإما المجتمع اليمني ينهار اقتصاديا وأنتم تتحملون المسؤولية على ما يحدث في هذا الوضع. ولذلك يعني الانهيارات موجودة ومتكررة منذ أن حصرت صنعاء، إنما هي تتطور وتتفاقم أكثر. على المستوى المشاورات أنا ما ألاحظها الآن، أن المبعوث الدولي في كل يوم يخرج بتصريحات يعني مبهرة ومتفائلة، والوفدين يصبحان عكس ذلك، وكأن المبعوث الأممي يعني يتحدث مع نفسه أو أنه يدير مفاوضات أخرى غير المفاوضات التي نتابعها نحن. لكن في نهاية المسألة أنا أقول أن ما يجعل المفاوضات تروح في مكانها ولا تتقدم هو أن هناك توازنات دولية، هناك مفاوضات أخرى. نعم. وأنا أقول هذا الكلام في كثير من المقابلات وفي كتاباتي العديدة، أقول أن هناك مفاوضات أخرى وأوراق يعني سياسية جاهزة لطرحها على الوفد الشرعية ووفد الانقلابيين، إنما هم يريدون أن يستنفذوا طاقة الطرفين واستهلاك الإمكانات السياسية والخيارات
حتى يسلموا بهذه الأوراق التي يمكن أن تطرح، وهي أوراق مخيفة كما طلعت على بعضها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عتيق أستاذ المساعد بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك دكتور معن. دكتور معن، يعني طرح الدكتور أحمد مسألة الأزمة الاقتصادية الراهنة والطوابير التي عادت أمام محطات الوقود، يرى الدكتور أحمد أن هذه أزمة افتعلت لوضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع، إما أن تقبلوا بشروطنا وتنجزوا في حل هذا الأمر بما يتناسب معنا، أو أن المجتمع اليمني في حالة انهيار كما ترون، ما رأيك؟ هل تتفق مع ذلك؟ والله أنا لا، ليس لدي معلومات حول كيف يمكن أن تكون هذه الأزمة مفتعلة. طبعا من الممكن أن تمارس التحالف الرجعي الصارع العودي، من الممكن أن يمارس كل التكتيكات الممكنة، لكن الانهيار الاقتصادي والمالي عنده أسباب موضوعية، وهي أسباب حتى سابقة على الأزمة وعلى الحرب. وأيضا من ناحية أخرى لا أعرف كيف يمكن أن تستخدم هذه الأزمة الاقتصادية ولا المالية للضغط على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي في الواقع لا يكترث، المجتمع الدولي لديه مطالب ولديه مصالح ولديه القوى التي يعتقد أنها ستسمح له بالدفاع عن هذه المصالح والمكاسب. ما يحدث في اليمن من انهيارات في الواقع، وهو شبيه بحالة بلدان كثيرة، هي في الواقع كل بلدان الثورات العربية حتى التي لم تدخل في حرب مباشرة مثل تونس. أنا أتصور أنه في أن الطبقة الحاكمة في البلدان العربية، في كل بلد عربي على حدة، تستغل الأحداث الأزمة والصراع في تمرير وتكريس برنامجها الاقتصادي السابق على الحرب، وفي مزيد إفقار المجتمع، وفي مزيد تكريس الثروة في أيدي قطب محدود. يعني ما حصل في اليمن وما حصل في بلدان أخرى أن الطبقة الحاكمة والطبقة المالكة انشقت على نفسها بفعل الهبة الشعبية والانتفاضات الشعبية والثورات العارمة، ولكن الآن يتم تركيز هذه الثروات ومقدرات الثروة الاجتماعية في أيدي أقلية داخل الأقلية الحاكمة، داخل الصراع الموجود في الطبقة الحاكمة كأحد تجليات الثورات الاجتماعية. وبالتالي هناك أسباب عميقة للأزمة المالية والانهيارات المالية، وهي في طريقها لأن تستفعل. لا أتصور نعم. أن يعني في المسألة الاقتصادية دكتور معن، يعني أشار الأستاذ عبد الملك المخلافي بأن يعني 100 مليون دولار فقط هي ما تبقى من احتياطي النقدي في البنك الدولي، ربما هذا يعني أو هو بالتأكيد البنك المركزي، نعم في البنك المركزي عفوا، يعني هذا هو بالتأكيد ما يجعل الأزمة الاقتصادية في أوجها. هناك خوف شديد من انعدام العملة الصعبة في السوق. أليست يعني هذه محاولات من قبل الميليشيا لخنق الناس في المسألة الاقتصادية؟ بالمناسبة يعني وضع البنك المركزي هو أحد العلامات التي يمكن أن يتحدث عليها الإنسان ليبين مدى ارتهان القوى السياسية والقوى الوطنية والشرعية للخارج. ما سمي باتفاق تحييد البنك المركزي هو أمر غريب وغير مسبوق. هناك سلطة انقلابية في العاصمة، وهناك سلطة شرعية في الخارج وفي محافظات أخرى، وما هو أساس التفاهم في الواقع على تحييد المؤسسات المالية وعلى تحييد البنك المركزي؟ في الواقع الأساس أن هذا البنك أصبحت سلطة القرار فيه خاضعة للمؤسسات المالية الدولية، تابع لسياسة صندوق النقد الدولي. وبالتالي أنا أتصور أنه هناك كان قرار دولي بمنع نقل البنك المركزي، وبمنع تصرف الحكومة الشرعية والرئيس الشرعي بالموارد بالاحتياطيات المالية، وبالتالي بقت في صنعاء. هذا الأمر يدل على ضعف الإرادة السياسية لدى ممثلي السلطة الشرعية. نعم. وهو يدل إلى أي حد بالفعل اليمن، رغم أنه طبعا نحن أزاء ثورة اجتماعية من أعلى طراز وثورة غير مسبوقة في تاريخ اليمن، إلى أي حد الأدوات السياسية والحزبية في اليمن مرتهنة للقوى الإقليمية والدولية، وإلى أي حد تحولت الساحة اليمنية إلى أرض وساحة لمعارك تتجاوز اليمن وهي معارك إقليمية ودولية. وبالتالي أنا أتصور من دون أن يكون الأمور واضحة ومن دون أن يناقش الناس بمسؤولية، أداء وسلوك السلطة الشرعية والرئيس والحكومة
وأيضا أن يوجهوا نقد ونقد جدي للأحزاب السياسية وللمقاومة. ما تفعله الأحزاب السياسية التي سبق للجماهير الشعبية المنتفضة في 11 فبراير 2011 أنها سلمتها قيادة الثورة، وما يحدث الآن من أنه حركة شعبية متجذرة ومقاومة تسلم إرادتها لطرف سياسي ولقوى خارجية دون أن يكون لديها أي مطالب ودون أن يكون لديها ممثلين، هذا أمر غير مسبوق. أنا لا أفهم ما معنى أن تسلم إرادتك لطرف آخر، هذا الطرف الآخر حتى لو التقت مصالحك به هنا أو هناك، بالأخير هو لديه نعم، مصالح ولديه وأنت من تقاتل في الأرض، صحيح. نعم، إذا ينبغي أن تدافع على إرادتك. نعم، اسمح لنا دكتور معن أن نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم للسادة المشاهدين لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور معن. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور معن. طرح أيضا الدكتور أحمد عتيق مسألة أن هناك يعني أمور أخرى تجرى خلف الستار، وهو يعني استنفاد طاقة الطرفين لأجل القبول بأجندة مختلفة تماما، ربما ستسلم الميليشيا الكثير يعني في تقاسم سلطة قادم من خلال هذا التقاسم. هل تتوقع إن تم دكتور معن، لو تم تقاسم، هل تتوقع أن ينجبر الكسر الذي حدث في الشرق، يعني النسيج الاجتماعي الذي حدث إن تم الصلح سياسيا؟ والله نحن طبعا نلاحظ في الواقع وفي المجتمع وفي البنية الاجتماعية آثار طبيعة الصراعات الماضية، نعم، وآثار طبيعة الأدوات التي استخدمتها السلطة لفرض إرادته. نحن نلاحظ إلى اليوم وطبعا بازدياد آثار الشروخ الاجتماعية التي سببتها حرب صيف 94، ونلاحظ الآثار المأساوية للحرب الحوثية الصالحية على اليمن بشكل عام وعلى المحافظة الجنوبية. طبعا هناك فيما حدث في عدن وفي غير عدن الكثير من الممارسات التي ينبغي ومن الطبيعة أن تنتقد، وهي ممارسات غير مقبولة بالمعنى الوطني ولا بالمعنى الإنساني ولا بالمعنى الأخلاقي، لكن المقاربة هذه المسألة من دون إدراك أنها جزء من مفاعيل عدوان همجي وعدوان لم يوفر أي أدوات أو أسباب دموية وعنيفة ولا أخلاقية ورمزية لسحق فئات اجتماعية ومناطق وأجزاء من البلد وتكريس إدلال الناس وإهانتهم، يعني أننا نراوح في دائرة الحكم الأخلاقي دون أن نفهم الأسباب العميقة لما يحدث. من المستحيل في الواقع أن تتم حلول مشكلات تصدع الوحدة الوطنية وفشل بناء الدولة الوطنية وفشل الاندماج الوطني بالأمنيات أو بالاتفاقيات السياسية الفوقية، بالذات إذا كانت المصلحة قوى إقليمية خارجية. نعم، ما أسباب هذا الفشل برأيك؟ نعم نعم، أنت قلت أنه يعني وصلنا إلى فشل في كل هذه الأمور، ما هي أسباب الفشل برأيك؟ في أسباب موضوعية وتاريخية، لأنه بالمناسبة فشل بناء الدولة الوطنية ما هوش تجربة فقط تعيشها اليمن، وإن كانت داخل اليمن داخل التجربة عندها خصوصيات. في الواقع كل البلدان العربية، وهذا يعكس معضلة الآن الحركة السياسية تدافع عكسه. الدولة الوطنية، الدولة القطرية التي نشأت مع خروج وإخراج المستعمر من المنطقة العربية، نشأت وهي في الواقع تفتقر شروط وإمكانيات البقاء والتطور، ولم تكن تتوفر على شروط التنمية المستقلة ولم تكن تتوفر على شروط الحماية والسيادة، وبالتالي كانت مخلوقا مشوها. في تقدير الباحثين والسياسيين والمفكرين أن هذه الدولة القطرية كانت ستسقط وهي ساقطة لا محالة لمصلحة انتماءات أعلى التي هي الدولة الأمة التي هي الدولة العربية، وبأشكال مختلفة، يعني على مستوى حتى شمال أفريقيا أو المغرب العربي، على مستوى الجزيرة العربية، على مستوى الجزيرة السورية وبلدان الهلال الخصيب. الذي حدث في الواقع أنه هذه الدولة مع تشظيها وتخلفها وبالذات في المشرق، ومع وجود أشكال سلطة أسست السلطة العسكرية والأمنية خصوصا على البناء الأولية، على البناء العلائقية والأوشاج الاجتماعية الأولية والأهلية، وحدت بنية الدولة بالقبيلة وبالأسرة وبالعشيرة وبالجهة وبالطائفة. سقطت الدولة القطرية لمصلحة
الانتماءات القبل وطنية، الانتماءات الجهوية والانتماءات نعم، العشائرية وربما والانتماءات هذا يا دكتور، القبلية. نعم نعم هذا يا دكتور يعني ما يستدعي ان مهما يعني كان هناك دولة، اذا ظلت تحت انتماءات قبلية كما تفضلت، او تحت يعني قوة السلاح، لن نستطيع بناء دولة مدنية حقيقية. اسمح لنا فقط ان ناخذ معنا ايضا الاستاذ عبد الناصر المودع، المحلل السياسي من عمان. مساء الخير دكتور استاذ عبد الناصر. مساء الخير آسيا. أستاذ عبد الناصر، يعني اليمن تمر بانهيارات عديدة، بدءا من انهيار الدولة، انهيار اقتصادي، انهيار اجتماعي، انهيار أيضا على مستوى الوحدة الوطنية. برأيك ما هي الاحتمالات المترتبة على هذا اللهج وعلى هذه الانهيارات المتوالية؟ يعني طبعا الانهيار، لم نصل بعد إلى حالة الانهيار الكامل، لأن هذا هي النهاية، نهاية هذا المسلسل، مسلسل تدمير الدولة. الآن الدولة اليمنية هي دون مقومات حقيقية للدولة، وهي تتجه نحو حالة الدولة الفاشلة بكل عناصرها، بمعنى أنها قريبة من حالة الانهيار. ولولا أن هناك اهتمام خارجي بالدولة اليمنية، كان هذا الاهتمام عن طريق دعم هذا الطرف أو ذاك، أو الاهتمام الآن الحاصل من أجل تقريب وجهات نظر اليمنيين لحل سياسي ما كما يحدث حاليا في الكويت، لكانت الدولة قد انهارت. لأنه الدولة اليمنية هي دولة في الأساس دولة هشة، مواردها محدودة جدا، هذا في الظروف العادية، في الظروف الطبيعية. فكيف هي بعد أن أصبحت في حالة شاذة تماما، ليس هناك من سلطة حقيقية وفعلية تمارس دورها حتى بالمعايير الدنيا للسلطة. الانقلاب لم يكتمل، ووصلنا إلى حالة نصف انقلاب، مثل ما كنا في البداية كما يقال نصف ثورة، ثم انتقلنا إلى نصف انقلاب، ثم إلى نصف حرب. فنحن حاليا في حالة البين بين، وهذه هي أسوأ الحالات. لو أن الانقلاب كان يمتلك عناصر كافية ليصبح انقلاب كامل، ربما كنا في وضع أفضل. أيضا لو كانت السلطة الشرعية تمتلك أي درجة من درجات الكفاءة، لا استطاعت خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ بداية الحرب وانطلاق عاصفة الحزم، لا استطاعت أن تشكل سلطة بديلة. ولكن بسبب ركاكتها وضعفها الذاتي وقصورها الذاتي والموضوعي، جعلها أيضا لا تصبح لا سلطة رديفة، وبالتالي ليس لدينا لا السلطة الانقلابية أصبحت سلطة حقيقية وفعلية، ولا السلطة الشرعية استطاعت أن تتحول إلى سلطة شرعية فعلية. نعم، طيب يعني دكتور، طالما نحن بين يعني كما وصفتها حالة البين بين، لا قوة حقيقية للانقلاب ولا أيضا إرادة قوية لسلطة شرعية، إذا ما هو الحل برأيك طالما ولم يستطع أي طرف فرض نفسه على الآخر بهذا الشكل؟ يعني هذه المشكلة، لو كان هناك منتصر ومنهزم لكنا في الأخير وصلنا إلى حملنا على نتيجة الأقل. ما. نعم نعم ولكننا الآن هذه الحالة هي الحالة الأسوأ، لأنها الذين في صنعاء يحكمون بذهنية الميليشيات وليس بذهنية الدولة، وبالتالي ليس همهم الدولة هذه أن تنهار، لأن الميليشيا في الأخير تريد خرابة تحارب من داخلها، ولا السلطة الشرعية تمتلك حس مسؤولية كافي لتتدارك أخطاءها ولتصوب عمها ولتغير من الواقع لصالح تثبيت سلطة شرعية. وما يحدث الآن في عدن من احتراق للدولة وللنسيج الاجتماعي وللهوية السياسية تحت سمع وبصر السلطة الشرعية، إلا نموذج لحالة الاهتراء ولحالة الضعف التي يعتري هذه السلطة. إذا نحن في حالة أسوأ من الحالات
لو حدث أن طرف ما انتصر حتى بما في ذلك الطرف الانقلابي، لأنه في الأخير لو انتصر انتصار كامل، لو قام بانقلاب كامل ربما كان سيتصرف بحس مسؤولية أعلى من الحس الذي يتصرف به الآن، والذي لا زال لا يخرج عن حس الميليشيا الغير مسؤولة. نعم، إذن دكتور أستاذ عبد الناصر، يعني تتحدث عن أنه يمكن له أن يقاتل حتى على خرابة لا تهمه مسألة الدولة أو أنقاضها أو أي شيء، ولا يعني وهو المتسبب الحقيقي في انهيار الدولة. إذن يعني بهذا الشكل لا يهمه أي يعني أمور كارثية قد نصل إليها، الطرف الآخر الذي يفترض أن نعول عليه ما الذي بيده برأيك؟ بيده الكثير، لو كان يمتلك الكفاءة ولو حتى بالحدود الدنيا، ولكنه من خلال ليس فقط بعد انقلاب الحوثيين ولكنه من قبل ذلك، حتى هو طبعا المتسبب الرئيسي في انقلاب الحوثيين، هو من أوصلهم إلى صنعاء، وبالتالي لا يمكن الحديث عنه، لأنه كان بإمكانه منذ البداية أن يتعلم من أخطائه، أن يفعل شيء ما، أن يرخي، كان عليه أن يوجد عاصمة بديلة وهي عدن أو أي منطقة من المناطق التي هي اسميا تحت سيطرته، أو حتى مأرب أو حتى قرية. يعني لو كان هناك كفاءة كان يستطيع أن يفعل السلطة الشرعية من قرية صغيرة داخل اليمن، ولكنه لم يستطع، حتى وهناك أكثر من 70% من أراضي الجمهورية اليمنية ليست تحت سيطرة الطرف الآخر، وبالتالي يمكنه كان العمل الكثير، خاصة وأن لديه أولا الشرعية، الاعتراف الدولي، الدعم الضخم والهائل من قبل الجيران، كل هذه الإمكانيات الضخمة بسبب عجزه وبسبب فساده وبسبب سوء إدارته لم يستطع أن يستثمرها ولو في حدود الدنيا، وبالتالي نحن الآن في وضع هش، وضع كارثي. حتى ما يقال الآن عن حلول، أي حلول تطرح في هذا الوضع الهش لا يمكن لها أن تكون مقبولة أو أن يكون لها أي درجة من درجة الاستدامة، بمعنى أنها أي حلول ستكون حلول مؤقتة وحلول ليست سوى هدن لحروب قادمة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة إليك دكتور معن، ربما انتهى حديث الأستاذ عبد الناصر بما كنا نتحدث به معك، ويجد أنه لا يمكن يعني أن أي حلول قادمة ما هي إلا حلول مؤقتة. كنا نتحدث أيضا أنه مهما حاولنا أن نسد الفجوة بين أبناء الوطن لكنها تفشل للأسف، بسبب أن هناك من يتمترس خلف الأسلحة، تتكون أيضا يعني قدرات جماعات أكبر من قدرات الدولة، وكيف أن ثروات البلد تتحول إلى يعني أشخاص فقط. بهذا الشكل دكتور، يعني هل يمكن أن نصل فعلا إلى حلول؟ هل تتفق مع طرح الأستاذ عبد الناصر أنه لا يمكن لحلول حاليا إلا أنها ستكون حلول لحروب مؤجلة؟ نحن في الواقع داخل حرب، والحرب الذي هي نحن فيها بالأساس هي الطرف الرئيسي فيها على المستوى الشعبي هي المقاومة الشعبية. في بنية هذه المقاومة تمتلك حل، لكن للأسف الشديد هناك عجز في إنتاج التنظيم السياسي والقيادة السياسية لهذه المقاومة. في الواقع بالنسبة للمسألة الوطنية، المسألة الوطنية لا تحل نفسها بشكل تلقائي، ولا تحل نفسها بشكل بيروقراطي أو إداري أو بشكل فوقي. ما هو المشروع الوطني المطروح؟ ما هي القوى الوطنية؟ ما هي أدواتها؟ هذا كلها مسألة مغيبة. في الواقع الوطنية اليمنية تعاني أزمة، وهي أزمة طبعا سببها أنها لم تفي بوعوده، دولة الاستقلال والدولة الوطنية ودولة الوحدة لم تفي بوعوده للشعب، وهذا سبب أن قطاعات كثيرة ارتدت إلى الانتماءات القبل وطنية، إلى الانتماءات السلالية والطائفية وحتى الجهوية وحتى المشيخية والسلطانية القديمة، دون أن نستوعب ما هي الأسباب العميقة لسقوط الوطنية اليمنية. لا نستطيع أن نستأنف هذه الوطنية، ليس هنالك طرف عنده الشجاعة قبل المشروع أن يتبنى مشروعا وطنيا ويدافع عنه. هذا الحديث العام
من دون تحديد من هم الأعداء ومن هم المستفيدين وما هي القوى الشعبية التي ينبغي عليها أن تبني الدولة الوطنية، وما هو المضمون أساسا والأهم هو ما هو المضمون الاجتماعي والاقتصادي لهذه الدولة ولهذه الوطنية، وما هي آفاقها القومية. لأنه نحن مع فشل وسقوط الدولة الوطنية في كل الوطن العربي، من البين بالتجربة التاريخية أن كل الدول الوطنية والقطرية ربما مع استثناء بسيط لمصر لا تملك شروط التنمية ولا الاستقلال، وبالتالي هي دول عاجزة بنيويا من دون أشكال من التنظم الفوق قطري، من دون تجاوز الدولة القطرية. ليس لدينا حلول استراتيجية لا في اليمن ولا في غير اليمن. المشكلة في اليمن أنه هذا الفشل الذي ترافق مع فشل تجربة الوحدة عاد قطاعات واسعة من المجتمع اليمني عادت إلى انتماءات القبل الوطنية في الشمال على أساس عشائري وجهوي وسلالي، وفي الجنوب عادت فعاليات بالأساس، وهذا هو العمق المهم في النزعة الغير وطنية في بالنسبة للقطاع واسع من الحراك. أبناء السلاطين والمشايخ الذين كانوا يحكمون 25 سلطنة ومشيخة، نعم هؤلاء طرف فاعل وأساسي ولديهم برنامج اليوم يتم الحديث في مستوى معين، لكن في العمق لديهم مصلحة في العودة. هذه العودة من وجهة نظري هي صعبة، قد تكون حتى مستحيلة، لكن هذه الأطراف لديها وعي بمصلحتها وتعمل. بالمقابل ما هو الطرف الوطني الآن وما هو مشروعه؟ إذا تحدثنا عن الأحزاب الوطنية التاريخية، الحزب الاشتراكي اليمني للأسف الشديد تحول مع أزمة فشل الوحدة اليمنية ومع أزمة القضية الجنوبية، الطرف الفاعل داخل الحزب يريد تحويل الحزب إلى مجرد لوبي للدفاع عن القضية الجنوبية والحديث باسم الجنوب. نعم التجمع اليمني للإصلاح وإن كان ليس له علاقة تاريخية بالوطنية اليمنية وهو حزب كبير وموجود في كل اليمن، للأسف الشديد يدير السياسة بمنطقة العصور الوسطى ومصاب بالذعر وبالخوف، وكما حاول أن يهرب من إرادة علي عبد الله صالح في إلغائه في عام 99 بأنه قفز إلى الأمام وقال أن علي عبد الله صالح مرشحنا والمؤتمر يبحث له عن مرشح. الآن هنا قوى إقليمية تريد إلغائه وقوى دولية، وهو كل الذي يفعله في الواقع أنه يعلن مباركته للتحالف العربي دون أن يكون لديه قيادة سياسية على الأرض ودون أن تطلب أن تفرض لا مطالب ولا شروط. اليوم للأسف الشديد كانت التيارات الإسلامية في اليمن على كل عيوبه في المسألة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كانت في المسألة الوطنية كانت أفضل. لم نكن نرى تيارات معادية للوطنية اليمنية بين السلفيين والإسلاميين والإصلاحيين. الآن للأسف الشديد من يقود الحراك، من يقود الأعمال العدائية لأبناء المحافظات الشمالية في عدن هم السلفيين لأول مرة، حتى هذا التيار الذي كان بعيد عن النزعة الجهوية وبعيد تماما عن المشهد، نعم يعني أصبح اليوم عنده صحيح. نزعة جهوية، يعني نعم. هذه الأطراف التي بتركيبتي على الأقل كانت وطنية اليوم ترتد، من أين سيكون هناك مشروع وطني؟ في أقل من دقيقة دكتور، يعني لم يعد لدي الكثير، برأيك أمام هذه تقويض الدولة الذي حدث، هل تستطيع الدولة الشرعية استعادة هذه الدولة أم أننا سنذهب نحو الانهيار؟ والله المطلوب أن تبني المقاومة دولتها وهي دولة الشعب، وهي دولة بمضمون اجتماعي واقتصادي جديد يلبي مصالح الأغلبية الشعبية. الشرعية تستطيع أن تتحرك بشكل أفضل، لكن أنا شخصيا من الذين يراهنون أساسا على المقاومة وعلى الشعب قبل المقاومة وبعد المقاومة، وفي هناك كل الإمكانيات لأن هذه المقاومة من داخلها تتطور وتطرح برنامج سياسي واجتماعي أفضل. إذن شكرا جزيلا لك دكتور معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا من تونس عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.